منور الكوكب انهي كوكب؟ اللي احنا فيه الارض يعني؟ احنا عايزين السما معانا. ايوه هنطلع سوا. بص حضرتك احنا قاعدين النهارده يعني انا في مليون صرصار بيلعب في دماغي دلوقتي. في حاجات كتير بتدور في دماغي. يعني حضرتك برضو بطل العالم في حته الدوبلاج دي، وانا برضو من الناس اللي بتحب تغير صوتها، فاكيد هنلعب سوا. يلا واكيد هنعمل مشهد. انا معاكم. انا اني نلعب نعمل مشهد تمثيلي ارتجالي دوبلازي. ايوه ده شكلنا هنعيش النهارده. اول حاجه انا حابه طبعا ابارك لحضرتك على دور عم شاهين في مسلسل اعمل ايه. بصراحه دور خلى الناس تتاثر قوي وخلى الناس تبكي كتير، ويعني لا دور لذيذ ولطيف. طبعا حابه اقول لحضرتك الف مبروك عليه. ربنا يبارك في عمرك يا رب. يعني عايزين الحلقه تبقى فرفشه. لا بس هو عشان هنحكي عن كواليس لازم العمل طبعا. نفسه هو عمل كبير. هو طبعا يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيسعد البني ادم وبيعمل له كده اشاره، انا هرضى عنك بقى. فبعد سنين العمر الطويله دي كلها ربنا رزقني بهذا السيتويشن او هذا الموقف الجميل لعم شاهين. عم شاهين في مليون او 20 مليون عم شاهين في العالم العربي موجودين. فتحس ان هذه الشخصيه دم ولحم منك، شبهك، ما هيش غريبه عنك طبعا. لما اتعرض عليها الشخصيه دي هم قالوا لي انها حلقه من 45 حلقه. فانا قلت لهم يا جماعه حرام عليكم، ده قليل. يعني انا عملت مسلسل المماليك بطل، وعملت في المداح بطل من الابطال. اجي بعد ده اعمل حلقه في مسلسل 45 حلقه واوف سيزون حتى مش رمضان؟ يا جماعه في ايه؟ قال طب حضرتك بس اقرا او شوف السيتويشن ده، او ده مهم جدا. انا عارف كل المهم بيقول مهم جدا عشان يخلص عشان البيع. ايوه ايوه كده. وفي مسألة يقول لك تغن ودن البغل بقول تشي، فيعني اقول له المساله تمام التمام. انا خدت يا استاذي يا استاذتي يا استاذتي المشهد بي دي اف وقريته. ايه؟ لا ولقيت دموعي بتنزل لوحدها. حضرتك قلت فعلا كده. انا بقرا الكلام. محمد الحناوي الكاتب الجميل يعني شارب ال- ال- الكلمه من خشيش نخاع احساسه الانساني. اللي طلع الكلام ده بالادميه بالانسانيه بالرقي ده مش اي حد، لازم يبقى ربنا باعت له اشاره يعني. وقد كان في البلاتو. بعد ما خلصنا المشهد ده كل من في الاستديو بيسقف تسقيف كمان، وكان مسرح. انا طبعا هما بيسقفوا وانا في اللالا لاند يعني خلاص. انا متقمص. انا عم شاهين سيبوني خالص دلوقتي. انا حتى قبل التصوير بثلاث ساعات انا قاعد مع هما بيحضروا مش عارف ثلاثة اعمل لي بكيه هنا مع حاجات من كده وانا قاعد كده. لما اعصابي تعبت انك تعملي ستريس وتعملي ضغط عصب عليكي، لان الراجل ده مفيش في ضحك. لو انت هربت منك ثانيه واحده الحاله دي خلاص انا طلعت بره بقيت كداب. البنت اللي حلت يا ماشا اللي طلعت بيها من الدنيا، العيله الصغيره اللي شقيت عليها، شقيت بجد عشان اربيها واعلمها كويس، وطافح الدم وشارب المر عشان اجهزها واسترها وافرح بيها زي اي بنت. تقوم تعمل فيا كده ليه؟ ليه تعمل فيا كده ليه؟ اللي بيصورك صديق دكتور محمد شفيق، اللي بيخرج لك صديق استاذ احمد عبد الحميد، المؤلف معرفه جديده وبنده من انا ما عرفتوش قبل كده يعني. وبالاضافه الى شركه كبيره زي سينرجي والمتحده، كل هذه الكوكبه لما تلتقي في عمل اكيد لازم في النهايه يخرج ايه؟ حاجة تجنن بصراحة. حاجة لوز طبعا. يعني هي حلقة بس علمت يعني والله. هي حلقة بالمسلسل. لا ما اقدرش اقول كده. لا 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 في مواقف كتير جدا في المسلسل. لا بس يعني انا قصدي ان تعنيلك انت مسلسل كامل يعني، مش بالمسلسل هو اعمل ايه، لا حلقه واحده بمسلسل بالظبط تعتبرها مسلسل في تاريخك. هقول ليه بقى؟ لان دي ايهاب 17 دقيقه ونص. الموقف كله لو انت قسمت ال 17 دقيقه ونص دولي على مسلسل، ممكن مشهدك هنا نص دقيقة، هنا 20 دقيقة، هنا دقيقة هنا. ففعلا بقيمة مسلسل وكله بقى على بعضه.
الجمال ان الناس عايشه معاك 17 دقيقه وهي قلبها عمال يعمل كده بالظبط. لو احنا شفنا حضرتك كتير قوي من الاعمال الدراميه وفي السينما مشاهد تكون مدتها بس ان شاء الله دقيقتين تقلب الـ 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 القصه كلها وتقلب الـ 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 المسلسل او الفيلم. في ناس دورها بتيجي كده بس لو نظره قدام الكاميرا. والله يا لينا ايه، ما هي عبقريه مني ولا حاجه، لكن توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ويمكن اشاره يا مهاب لمسكين الليله، يعني يا جماعه يعني طالما الراجل ده نجح ونور في كده، هل مش من حقه كمبدع وكفنان انه يعني كده؟ انت عارف حضرتك حاسس بشويه ان انت حاسس شويه بالظلم او حاسس؟ لا ما اقدرش اقول ظلم، انا راجل عندي قناعه ان ربنا سبحانه وتعالى لما يبقى رايد لك الحاجه في ساعتها من غير ما تخبطي ولا تسالي كن فيكون على طول. بالظبط، وكلها ارزاق ومقسمها الخلاق. لكن انا نفسي بقى يعني ما بلحقش اشبع، عارفه كده لما تعزميني على طبق لحمه مفرومه ولا لحمه مشويه وبتاع وحاطه لي حته قد كده، ما انا عايز اكل عم هاب، عايز اشبع يا حبيبي، عايز انبسط، ما بلحقش انبسط بلاقي خلاص معلش نتقابل في عمل تاني يا استاذ محمود. طب ما انا اهو يا جماعه منور اهو وعملت وحاجات من دي كده، بس متفائل خير باللي جاي ان شاء الله.